السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أعزائي المشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. هل ما زالت قضية فلسطين هي قضية العرب المركزية؟ هل يشكل الموقف العربي الداعم الأساس للنضال الفلسطيني من أجل تحقيق الأهداف الفلسطينية؟ كيف أثرت الحالة العربية المتردية على موقع فلسطين في الاهتمام العربي والإسلامي؟ أما في زهرة المدائن فنتحدث اليوم عن رباط الكرد حيث يتجلى الصمود المقدسي، وفي ذاكرة فلسطين عماد عقل الملثم الذي دوخ الاحتلال، فتفضلوا بالبقاء معنا. القدس بتتألم من اللي يمسح دمعتها، ياخد بإيديها ويتقدم يحفظ كرامتها وعزتها. جروح القدس بتتألم من اللي يمسح دمعتها، ياخد بإيديها ويتقدم يحفظ كرامتها وعزتها. ترجع للقدس بتسمتها والفرحة تلالي بصخرتها، ترجع للقدس ابتسامتها والفرحة تلالي بصخرتها، واطفال يشوفوا المستقبل بعيون القدس. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. جسدت القضية الفلسطينية في عقود ما بعد نكبة فلسطين عام 48 و900 وألف جسدت هما عربيا عاما، حيث تطور الفكر القومي العربي من كونه قطريا في معظم البلدان العربية إلى وعي قومي، وعي بأن فلسطين باتت هي قضية العرب المركزية التي سيتوقف على حلها مصيرهم ومستقبلهم. طبعا آنذاك فالقناعة التي سادت في تلك المرحلة أن الخطر الصهيوني صار يهدد كل العرب، وأن رده لن يكون ممكنا إلا بقيام كيان قومي عربي متحد، لكن ذلك الحلم لم يكتمل. واليوم نشهد تراجعا لهذا الوعي العربي تجاه فلسطين مقابل ازدياد الوعي بالهويات الجزئية ولاسيما الطائفية والمذهبية، مما يجعل الحفاظ على كيان الدولة القطرية أمرا قائما أكثر من أي شيء آخر. لذلك نحن نناقش في هذه الحلقة هل ما زالت قضية فلسطين هي قضية العرب المركزية أم لا، نناقشه مع ضيوفنا في الأستوديو. معنا الأستاذ زياد بومخلا رئيس مركز علاقات تركيا والعالم الإسلامي، مرحبا بك معنا أستاذ زياد. ولاحقا سيسعدنا أن نرحب بضيفينا الكريمين عبر الخط الهاتفي من عمان، الدكتور سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق، ومن إسطنبول عبر الخط الهاتفي الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. لكن كل ذلك بعد أن نذهب لمتابعة هذا التقرير. ارتبط الوعي العربي بمركزية القضية الفلسطينية عبر التاريخ المعاصر ارتباطا وثيقا بتصاعد النضال القومي العربي وازدهار الهوية القومية العربية الجامعة. واليوم يشهد هذا الارتباط تراجعا لدى الوعي العربي القومي في مقابل ازدهار الوعي بالهويات الجزئية لا سيما الطائفية والمذهبية، ما يجعل الحفاظ على كيان الدولة القطرية موضوعيا للحيلولة دون تضرر النسيج الاجتماعي لشعبها يسبق من حيث الأولوية أي مشروع لتحقيق وحدة أو اتحاد عربي. السلوك الذي تمارسه الدول العربية، لا أجزم أن جميع الدول العربية لكن الدول المركزية في الدول العربية، لا يوحي بأن هناك تمسك كبير بأن تبقى القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية. ولو كان كذلك لوجدنا أن هناك فعلا عربيا موحدا تجاه التعاطي مع متطلبات إنهاء القضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.
صار التضامن الشعبي العربي مع القضية الفلسطينية في العقود الثلاثة الأخيرة تضامنيا ظرفيا، ينتعش مع انتعاش النضال الوطني الفلسطيني ويخبو عندما يخبو هذا النضال. وهذه الحقيقة تجلت بأسطع صورها لدى اندلاع الانتفاضتين الفلسطينيتين في عام 1987 وعام 2000، مع أن نضال الشعب الفلسطيني ضد المشروع الصهيوني لا يزال مستمرا بأشكاله المختلفة، إلا أن شروط انتعاش هذا النضال من خلال مبادرة فلسطينيين إلى القيام بانتفاضة شعبية واسعة إلى جانب تفاقم المشكلات الخاصة التي يعاني منها المجتمع كالانقسام، حيث يظهر الشعب الفلسطيني اليوم وكأنه لم يعد ملتفا حول مشروع وطني واحد، ويفتقد قيادة تمثيلية موحدة ووسائل كفاحية مجمع عليها. قضية التطبيع هي قضية طارئة على المشهد العربي، وهي مرتبطة أصلا بملف ما يعرف بصفقة القرن، وهناك ولاءات ربما ومصالح عربية ارتبطت بالغرب، ومن ضمنها العلاقات لبعض الدول العربية مع الأمريكيين، وجاءت في من باب مغازلة الإدارة الأمريكية بالتقرب لإسرائيل. وعلى ما سبق فإن الأمر بتأكيد القضية الفلسطينية وبأهميتها القومية والدينية والمعنوية على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة، وعلى جميع الدول العربية الوفاء لانتماءاتهم المبدئية على الرغم من الواقع الفلسطيني الذي يقر لذاته بسوءه، والذي قد يكون سببا في تراخي الموقف العربي، حيث إن تضرر المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني يدمر كثيرا من الأعراف وقواعد العمل في المنطقة، له تبعاته على الجميع بسبب المواقف الشعبية داخل العديد من هذه الدول، تاركين القدس والمسجد الأقصى فريسة سهلة ينفرد بها الاحتلال دون مدافع عن عروبتها. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين، ورحب بك معنا مرة أخرى أستاذ زياد بومخلة رئيس مركز علاقات تركيا والعالم الإسلامي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. ويسعدني كذلك أن أرحب بضيفي من إسطنبول الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. اسمح لي دكتور أبدأ بضيفي في الأستوديو، دعنا نستفتح نقاشنا بتوصيف الحالة الفلسطينية، الواقع الفلسطيني المعاش الآن، قبل أن نلج إلى فلسطين في الوعي العربي وأين تقع في هذه الآونة. نعم، الحقيقة الواقع الفلسطيني واقع صعب في ناحيتين. على المستوى الشعبي هناك أزمة حادة تشهدها رام الله من خلال أزمة اجتماعية بادرت حتى بوادر بعض الانتفاضات الاجتماعية في السنة الماضية، شتاء السنة الماضية، بما يؤكد أن أوضاع المقدسين وأوضاع يعني الضفة الغربية صعبة وصعبة جدا معيشيا، بما انعكس على أداء السلطة الفلسطينية، وكاد هذا يتحول إلى ما سمي في آنذاك حتى محاولة لصناعة ربيع فلسطيني داخلي من أجل تغيير الأوضاع. ووضع قطاع غزة المعلوم الذي يعيش حصارا زاد عن العقد من الزمان، والذي حول القطاع إلى يعني سجن كبير جدا، يعني يموت يوميا العشرات من يعني الفلسطينيين كمدا وظلما وقهرا ومن خلال فقدان الأدوية وكل الواقع المأساوي الذي تعيشه غزة. ينضاف إلى هذا واقع سياسي وطني فلسطيني مشتت. القرار الوطني الفلسطيني اليوم، السؤال الحقيقي أين القرار الوطني الفلسطيني؟ منظمة التحرير الفلسطينية تعيش أزمة كبيرة جدا، لا تتعلق فقط بأزمة العلاقة بين فتح وحماس، يعني في السنة الأخيرة يعني قاطعت الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، اللقاءات الأخيرة للجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، هناك دعوة حقيقية لضخ دماء جديدة في المنظمة، إعادة صياغة المنظمة بما يستوعب كل الأطراف الوطنية الفلسطينية، بما يعني أن هناك أزمة حقيقية في القرار الوطني الفلسطيني. حتى داخل فتح تيارات تتصارع بين بعضها البعض، تيار عباس من جهة، تيار دحلان من جهة أخرى، ومؤتمر فتح الأخير دلل بشكل واضح أنه هذا الخلاف وصل مستوى متقدم جدا بين التيارين، ولذلك يعني الأزمة حقيقية في مستوى يعني التيارات السياسية الفلسطينية المختلفة، مما جعل أنه هناك صعوبة حقيقية في إيجاد مصالحة. المصالحة التي تمت في سنة 2011 ظلت يعني من التاريخ، يعني بقيادة السعودية آنذاك، اليوم
الدور السعودي تغير، الدور المصري عاجز عن إيجاد حلول يعني الاختلافات الفلسطينية الفلسطينية، فهناك تراجع للقرار العربي الرسمي باعتبار أنه القضية الفلسطينية لا تعتبر أولوية له في هذه المرحلة، خاصة مع ما راج من قضية صفقة القرن وكل ما يتداول حولها من أجل التخلي وتصفية هذه القضية إلى ما لا عودة. ولذلك الحقيقة عندما نوصف الحالة الفلسطينية نقف على واقع صعب ومرير ويوم بأخطار حقيقية جدا في المرحلة القادمة إذا لم ينجح الفلسطينيين والتيار السياسي الواسع الوطني في فلسطين أن يجد يعني وحدة حقيقية في المرحلة القادمة من أجل تصدي للتحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية. نعم تمام. اسمح لي أتحول للدكتور سيف عبد الفتاح. الدكتور، أين تقع قضية فلسطين حاليا في الوعي والاهتمام العربي؟ يعني لا شك أنه شيء مهم جدا لابد أن نفرق ما بين أمرين أو مستويين. المستوى الأول هو مستوى الشعوب العربية، والمستوى الثاني هو مستوى يتعلق بالنظم الرسمية العربية. فإذا كنا نتحدث على مستوى الشعوب العربية ستبقى هذه القضية في صلب اهتمام الوعي الشعب العربي باعتبار أن هذه قضية محورية. أما النظم السياسية العربية الرسمية والنظام الإقليمي العربي الذي تضعضع وتقريبا تدهورت حالته، أظن أنه من الأهمية بمكان أن نؤكد أن هذا النظام يصادف أحوال تتعلق بهذه الدول المختلفة والنظم السياسية المختلفة في هذا الإطار، بحيث أن هذه النظم السياسية في حقيقة الأمر تواجه أزمات حقيقية في داخلها، مما يجعلها للأسف الشديد تابعة لدول أخرى في الخارج. هذا الضعف البادي في شرعية هذه النظم الرسمية هو الذي أدى إلى تراجع القضية الفلسطينية ليس فقط على مستوى الدول القطرية، ولكن كذلك على مستوى المؤسسة العربية التي تسمى الجامعة، جامعة الدول العربية. جامعة الدول العربية لا تقوم بأي دور يذكر. لا شك أن انتهاكات التي تتعلق بالمسجد الأقصى على سبيل المثال لا تجد أي ردود أفعال حتى بالشجب والاستنكار، وأن المسائل التي تتعلق بالأوضاع في غزة لا تجد أدنى استجابات، بل نجد للأسف الشديد هذا التواطؤ الذي يتم من بعض هذه النظم وعلى رأسها النظام المصري الانقلابي الذي غالبا ما يقوم بدور فعال في مسألة حصار غزة. نحن إذن أمام معادلة شديدة الخطورة بالنسبة للنظم الرسمية، وهنا لابد وأن نؤكد على قاعدة غاية في الأهمية. نعم. القاعدة تقول لماذا صارت مستحيلات إسرائيل ممكنة ولماذا صارت ممكنات العرب مستحيلة. أظن أن هذه المعادلة التي جدت والتي توصف الحالة العربية الواهنة على مستوى النظم العربية الرسمية وعلى مستوى المؤسسة الجامعة، فإنها في حقيقة الأمر تؤكد لنا أنه كيف أن هذه القضية تشكل إدانة مباشرة لهذه النظم في شرعيتها. نعم. التي كانت بعضها للأسف الشديد يطنطن بأنه يقوم بعمل بالنسبة لهذه القضية الفلسطينية، وفي حقيقة الأمر ليس فقط القضية الفلسطينية تراجعت
في أولويات هذا النظام، إنما بل أن القضية التي تتعلق بهذه النظم واستقلاليتها في القرار أيضا تراجعت وتأكلت. أرجو أن تبقى معنا دكتور لو سمحت. فعلا القضية التي أشار لها الدكتور، ولعلي أعود له لطلب الإجابة على هذا السؤال، لماذا صارت المستحيلات الإسرائيلية ممكنة والممكنات العربية مستحيل؟ لكن قبل ذلك هو تطرق إلى الأنظمة العربية وكيف أثر، يعني نحن نعرف أن قضية فلسطين هي أسيرة مسألة عربية غير محلولة، بمعنى أن هناك خلافات عربية داخلية وهناك تباين عربي واضح من حيث الموقف تجاه فلسطين، ونحن الذين ادعينا قبل ذلك باستقلالية القرار الفلسطيني وطلبنا أن نكون نحن أصحاب الحل والعقد في قضيتنا وبلغنا في ذلك، نحن الآن نتعرض مرة أخرى إلى هذه الاختلافات وتأثيراتها الجانبية السلبية على قضيتنا الفلسطينية. نعم، هذا بالفعل يعني مؤثر سلبي كبير جدا على القضية الفلسطينية وعلى وضع القضية الفلسطينية. اليوم الوضع العربي مأزوم بما فيه داخليا، منطقة الخليج العربي تعيش أزمة منذ فترة من الزمان بفعل الصراع بين الأشقاء الخليجيين، جزء من عناوينها هو القضية الفلسطينية. الحقيقة صحيح هناك قضايا أخرى كثيرة، ولكن القضية الفلسطينية أحد عناوين هذا الخلاف الخليجي الخليجي. منطقة المغرب العربي كذلك، عندما نذكر منطقة العربي نذكر منطقة قضية الصحراء بين المغرب والجزائر، والتي تعطل وجود اتحاد مغرب عربي رغم أنه موجود رسميا وقانونيا ولكنه فعليا وسياسيا غير مفعل. منطقة الشرق الأوسط، فلسطين فقدت سندا كبيرا في ما حصل في سوريا بعد الثورة السورية وبعد تحول مسارها وإلى ما يشبه الحرب الأهلية الحقيقة، رغم كل ما يقال على النظام السوري. ولذلك اليوم حقيقة هناك وضع عربي مأزوم، وضع عربي أحيانا يتاجر بالقضية العربية من خلال الرغبة في تسوية وضعه مع الولايات المتحدة الأمريكية. جزء من العواصم العربية تعرف أنه تسوية العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية يمر عبر الكيان الصهيوني، ولذلك هي حريصة على أن تضبط أوضاعها مع الكيان الصهيوني كي يكون مدخلا لها لتسوية وضعها مع يعني الحاكم العالم الأساسي اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك هنا تكمن المفارقة. هناك كثير من الأنظمة العربية استمرارها يعني مرتبط بمدى ولائها للولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك والولايات المتحدة الأمريكية طبعا تشتغل دائما في كل هذه العلاقات الموقف من الكيان الصهيوني والموقف من القضية الفلسطينية. ولذلك نحن نتحدث عن بالفعل قرار عربي مشتت، يعني حتى فترة الستينات والسبعينات التي كانت فترة صحيح يعلو فيها صوت القوم، ولكن برغم هذا كانت الوضعية القضية الفلسطينية أفضل بكثير مما هي عليه اليوم. واليوم فقدنا الكثير من مناصري هذه القضية سواء على المستوى الرسمي العربي أو حتى على المستوى، هناك تراجع على المستوى الشعبي في دعم القضية الفلسطينية، وهو الأخطر على الإطلاق. لأن القرار الرسمي العربي معلوم أنه هو منافس في غالبه للقضية الفلسطينية، ولكن أن يتراجع كذلك الدعم الشعبي العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية فهذا الحقيقة نذير سلبي جدا ويؤكد إلى أي مدى ازداد الأمر سوءا بسبب وجود خلاف فلسطيني وانقسام فلسطيني واضح في فلسطين المحتلة. يعني الناس لن يكونوا ملكيين أكثر من الملك. نعم، لا شك أنه هذه حقيقة عند النظام الرسمي العربي شماعة جيدة يعلق عليها رفضه لدعم القضية الفلسطينية، متحججا بأنه هناك خلاف فلسطيني فلسطيني حتى يحل. يعني ما الذي يمكننا أن نفعله في ظل أنه المعنيين بالقضية مباشرة مختلفين في هذا؟ ولكن في الحقيقة جزء من الخلاف الفلسطيني فلسطيني هو بأيادي عربية التي تتدخل تدعم طرف على حساب طرف، التي تعطل عملية المصالحة في أكثر من فرصة، التي لا تحترم. يعني في النهاية القرار الرسمي العربي بشكل من الأشكال لم يحترم انتخابات 2006 التي جاءت بطرف سياسي معين إلى السلطة والحكم، المقصود هنا حركة حماس، وعطل بكل الأشكال إمكانية إيجاد بالفعل حكومة فلسطينية قوية. السلطة الفلسطينية كذلك في سنة 2018 عندما اختارت أنها يعني تحل المجلس يعني التشريعي من خلال قرار أتي به من محكمة دستورية مشكوك في شرعيتها. ولذلك
لذلك الحقيقة هناك صحيح خلاف فلسطيني فلسطيني يعني يستعمل أو يوظف كحجة في هذا الصدد وهو حقيقي، ولذلك هنا رسالة حقيقية للفرقاء الفلسطينيين، لابد من إيجاد حل لهذا الصراع، لابد من إيجاد مصالحة حقيقية، لابد من توحيد القرار الوطني الفلسطيني، ولكن في كل الحالات النظام الرسمي العربي يضع هذا كشماعة اليوم بالفعل، ولكن هذا مؤثر كذلك حتى على الوعي الشعوب العربية عندما يرون صراع بين فتح وحماس بين مختلف الفصائل الفلسطينية، لا يرون وحدة للقرار الوطني الفلسطيني، لا شك أنه هذا انعكاس سلبي على الوعي العام للشعوب العربية والإسلامية. نعم دكتور سيف، قبل قليل تساءلتم لماذا صارت المستحيلات الإسرائيلية ممكنة والممكنات العربية مستحيلة، وأيضا أنا أتساءل معكم لماذا فقدت القضية الفلسطينية مركزيتها وفقدت الأمة من ناحية أخرى مركزية الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وتشتتت المركزيات تجاه صراعات طائفية مذهبية وصراعات لا قيمة لها حتى بين الإخوة والأشقاء. يعني أنا أظن أنه هذا التراجع بدأ في إطار ما يمكن تسميته بعمليات سلام زائفة من هذه النظم العربية مع الكيان الصهيوني، وأنا أظن أنه هذه الأحداث المتوالية من جانب نظم سياسية عربية بالنسبة لهذا، ثم بعد ذلك هرولت بعض النظم العربية إلى البوابة الصهيونية والإسرائيلية باعتبارها بوابة العبور نحو الاعتراف بشرعيتها العالمية على مستوى العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية، وأن المسائل التي تتعلق أيضا بمساندة إسرائيل من جانب الحضارة الغربية والدول الغربية التي تعد إسرائيل ليس فقط يدا بالنسبة لتنفيذ مشروعها خاصة المشروع الأمريكي في المنطقة، كل هذه المسائل أظن أنها يعني تقوم بأدوار هنا أو هناك بالنسبة لمثل هذا التراجع. ومن ثم سنرى أن في البداية كان يسمى ذلك الصراع العربي الإسرائيلي، أو أنه كان صراع أمة بأسرها، ثم بعد ذلك تراجع لأن يكون الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ثم تراجع لأن يكون النزاع وليس الصراع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. كل هذه التعبيرات التي تشكل حالة غزو معنوي بالنسبة لتضاؤل هذه القضية خاصة مع مرور الزمن، فإنني أؤكد أن مرور الزمن هذا لم يكن إلا بفعل هذه النظم العربية المهتبئة في التعامل مع الكيان الصهيوني، حتى وهي تقوم بحروب متكررة مع هذا الكيان. أظن أنها قامت بمثل هذه الحروب في محاولة أيضا لاكتساب شرعية ما، إلا أنها فشلت. نعم. فشلا ذريعا بالنسبة لهذا الشيء. نعم دكتور، اسمح لي أخيرا أن أطرح عليكم هذا السؤال، هل يمكن أن تستعيد القضية الفلسطينية مركزيتها مرة أخرى، أو بمعنى آخر كيف يمكن أن تستعيد القضية الفلسطينية مركزيتها ووهجها الذي كان مسيطرا في يعني بعض الحقب أو في بعض السنوات؟ أظن أن القضية الفلسطينية يعني في إطار ما يمكن تسميته بصفقة القرن، وصفقة القرن لا تختص فقط بمحاولة تصفية القضية الفلسطينية، وإن كان هذا هو الفصل الأول في صفقة القرن، وهو يعني من أهم مداخل صفقة القرن، ولكن في حقيقة الأمر أن صفقة القرن تقوم بإعادة فك وتركيب المنطقة بأسرها في هذا المقام،
وإعادة فك وتركيب المنطقة يقوم ضمن مشروع تحاول الولايات المتحدة الأمريكية في إطار توطين وتمكين مفهوم الشرق الأوسط الكبير كما تريد أو الموسع، فهي تحاول أن تجعل من الشرق الأوسط على مقاس مصالحها سواء وسعته أم ضيقته. نعم. هذه المسألة الخطيرة التي تتعلق بهذا الشأن هي التي تجعل الموضوع هو في مجال معركة كبرى، ومن ثم فإنني أعبر أن مشروع المقاومة الموجود سواء على مستوى قوى معينة تواجه الكيان الصهيوني، فضلا عن الكيانات التي تقوم بها أو الشعوب التي تطوق إلى الثورات وعملية التغيير، ليست بأي حال عمليتان متصلتين. العمليتان الثورة والمقاومة هم من جنس واحد. نعم. ولكن الثورة أيضا هناك ثورة مضادة. نعم. والثورة المضادة أظن أنها قامت بأشياء كثيرة في محاولة أن تجعل هذه الشعوب تفقد سيادتها وإرادتها على نفسها، ومن هنا إن إرادة الشعوب حينما تعبر عن ذاتها فإنما تعبر عن ذاتها بالنسبة للقضية الفلسطينية التي تعد محكا والترمومتر الحقيقي الذي يتعلق ويعبر عن إرادة هذه الشعوب في المقاومة والثورة. نعم. أشكرك جزيلا دكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لكم. أستاذ زياد، هناك بلا شك كما تفضل الدكتور في البداية ضرورة ملحة أن نفرق بين المستوى الرسمي العربي وبين المستوى الشعبي العربي والإسلامي، وهذا التفريق يجعلنا نلحظ بقعة ضوء في الواقع العربي أو الواقع الإسلامي، أن هذه الشعوب على رغم كل المحن التي تمر بها إلا أنها ما زالت متعلقة بفلسطين. بقعة ضوء أخرى هي المقاومة الفلسطينية وصمود المقدسيين في القدس المحتلة، كل ذلك يجعلنا نتفائل بأنه من الممكن أن تستعيد القضية الفلسطينية مركزيتها، ولكن ذلك يتطلب جهدا مضاعفا، لا أقول هنا من الأنظمة العربية لأنها لن تبذل ذلك الجهد، إنما يتطلب جهد من المؤسسات المعنية بهذه القضية الفلسطينية. كون القضية الفلسطينية ستستعيد عافيتها وستستعيد مركزيتها هذا أمر محتوم. نعم، السؤال هو كيف بالضبط، يعني السؤال الحقيقي كيف، وهو السؤال الذي يؤرق الجميع لأن القضية تتعلق بالكيفية. طبعا نقاط الضوء التي ذكرتها هي حقيقية، والرهان على الاستثمار فيها وتنميتها وتقويتها أينما يوجد فرصة لتقوية حضور القضية الفلسطينية، يجب على الفاعل الفلسطيني أن يفكر في كيفية تثميرها وكيفية أن تكون نموذج بمعنى أن نذهب إلى التجارب الناجحة في المنطقة التي تخدم القضية الفلسطينية، ونحاول أن نصنع نماذج مشابهة لها في كل المنطقة، لأن هذا سيصنع بعد ذلك كتلة قوية ولوبي قوي يخدم من أجل القضية الفلسطينية، والاشتغال على جملة من المحاور، لأن هناك حتى في المجتمع الغربي اليوم هناك فرص حقيقية لخدمة القضية الفلسطينية، هناك مداخل قانونية، هناك مداخل حقوقية، هناك مؤسسات دولية تشتغل وتتضامن مع القضية الفلسطينية، يجب أن نثمر مثل هذه الفرص. كذلك على مستوى يجب أن نذهب إلى المناطق الآمنة، المناطق المستقرة، الدول المستقرة التي اليوم تمثل بيئة خصبة لخدمة القضية الفلسطينية. للأسف الواقع العربي مأزوم، منطقة الشرق الأوسط تعيش حالة من الترهل والتراجع الكبير جدا، ولكن هذا لا يعني أن العالم كله الشرق الأوسط على أهميته، هناك مناطق أخرى آسيا إفريقيا، اليوم الكيان الصهيوني يلعب هناك ويحاول أن يجد الدعم لقضيته ويجب الدعم لهذا الكيان الغاصب، ومحاولة عقد قمة إفريقية بحضور نتنياهو منذ سنة ونصف كانت معلومة عند الجميع وكادت أن تتم لولا رفض بعض العواصم الإفريقية، ولذلك اليوم بالفعل يجب أن ننتبه لمثل هذه القضايا. اليوم كذلك يجب
أن نشتغل بالفعل. ألا يحتاج ذلك إلى خطة استراتيجية؟ طبعا قولا واحدا أنه هذا يحتاج إلى خطة استراتيجية، وأنه يحتاج إلى عقل جمعي يفكر في 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 القضية الفلسطينية، ليس عقل كما قلتم في تقريركم قطري يعيش خلاص الفردي. اليوم لا يجب أن يقتنع الجميع أنه لا راحة للمنطقة، لا سلام حقيقي في المنطقة بالسلام كما نفهمه إلا بإعادة الحق الفلسطيني لأهله. لا يمكن للمنطقة العربية أن ترتاح سواء من صراع أو من وضعياتها المتأزمة بدون حل حقيقي للقضية الفلسطينية. طالما ظلت القضية الفلسطينية تعيش هذه الأزمة، كل المنطقة العربية والإسلامية ستظل تعيش، لأن هذا الكيان يراهن على إيجاد حالة عربية متراهلة، ولذلك هو يشتغل على ضرب الاستقرار في سوريا، في مصر، في العراق، في كل منطقة يمكن أن تطالها يده، لأنه يعلم جيدا أنه دول ضعيفة من حوله يعني استمرار حياة هذا الكيان ونفس جديد لهذا الكيان. ولذلك اليوم يجب أن نكون على قناعة أنه بالفعل إعادة البوصلة لمركزية هذه القضية هو المدخل لإعادة بناء بين قوسين الدول القطرية. المعنى الثاني، لا يمكن أنه نصنع يعني دعم حقيقي لهذه القضية بأوضاع عربية على ما هي عليه اليوم. ولذلك نرى أنه تحسن الدعم لفلسطين يأتي بتحسن الأوضاع المحلية والقطرية كذلك. عندما حصل الثورة في تونس واستقرت تونس، دعم الشعب الفلسطيني للقضية الفلسطينية ليس كما كان على عهد الدكتاتور بن علي، وقس على ذلك كذلك. لذلك دول ديمقراطية، دول متقدمة، دول تراهن على العلم، دول يعني اقتصادها يعني صاعد، هي الدول التي يمكن بالفعل يكون لها دعم حقيقي للقضية الفلسطينية. فالتغيير المحلي هو المدخل كذلك للتغيير الشامل على مستوى القضية الفلسطينية. هذا أحد عناوين بالفعل الاستراتيجية التي يجب أن تفكر فيها الشعوب العربية. وحقيقة هناك حالة من الحراك الكبير اليوم في الشارع العربي، يعني حتى في الدول التي تعيش أكثر الأزمات في تاريخها، العراق يعيش ثورة حقيقية، لبنان حراك كبير، تونس من قبل هذا، الجزائر، كل البلاد العربية على صفيح ساخن. وهذا دليل على أن المصير العربي واحد، وأنه عندما تحركت في ثورة في تونس في 2011 استتبع كل الواقع العربي يعني حركات إما جزئية أو كلية. ولا شك أنه هذه الحركات الشعبية، هذه التيارات الثورية ستحقق مبتغاها ولو بعد يعني زمن من الوقت، لأنه ذلك هو الطبيعي في الأمر. ولكن هذا يتوجب كذلك أنه يكون هناك خطط استراتيجية للتغيير. ما يعطل التغيير حتى على المستوى القطري، الدول التي تفشل في إدارة التغيير مثل ما وجاءت فيها فرص يعني بين قوسين لثورات مثل ما حصل في مصر، في سوريا، في اليمن، هي الدول التي لم يكن لها تصور استراتيجي لكيفية استثمار فرصة الثورة وتحويلها إلى منحة وتحويلها إلى ثروة وطنية من خلالها يمكن أن نصنع دولة قوية تستوعب كل أبنائها وتكون بذلك مدخل لخدمة القضية الفلسطينية وخدمة القضايا العربية المشتركة. جميل. الآن هناك مشكلة يعني يطرحها بعض المراقبين، هل تعتقد أو هل تتفق معهم بأن هناك مشكلة في الوعي الشعبي العربي تجاه قضية فلسطين، وهذا الوعي الشعبي العربي تم التشويش عليه على مدى فترة طويلة تجاه التركيز على خلافات طبعا هنا خلافات لا شك بينية عربية، خلافات عربية غير عربية، وهذا أمر طبيعي يحصل في كل العالم، لكن التركيز المتعمد على هذه الخلافات سواء الطائفية أو المذهبية أو الحزبية والخلافات العربية التي جرت مؤخرا، كل ذلك شتت انتباه الشعوب العربية باتجاه هذه الصراعات أو هذه النزاعات، ولم يعد التركيز بشكل جيد على مركزية الخطر الصهيوني كما قلنا حتى لو كان إعلاميا في سنوات فائتة. نعم بالفعل، وهنا لا نتحدث عن مؤامرة، هنا نتحدث عن استراتيجية واضحة للكيان نجح بمقتضاها أن يصنع الواقع الذي ذكرت، يعني تغذية الطائفية، تغذية العرقية، صناعة الصراعات الداخلية التي تغذى كل مرة بعنوان من العناوين. بالفعل كانت هناك محاولات مستمرة لاختراق الوعي العربي، صحيح أنه لم يخترق
بالكامل، ولكن جزء من السردية للأسف الصهيونية اليوم تجد لها حضورا في عند بعض ما يسمى بالمثقفين العرب، عند بعض الدوائر الرسمية، حتى عند بعض يعني جزء من الشعوب العربية. يعني عندما اليوم تتحرك في الشارع العربي وتسأل عن بعض الأسئلة في علاقة بالقضية الفلسطينية، في علاقة بتاريخ القضية الفلسطينية، بعلاقة كما ذكر الدكتور يعني من قليل انتقال حتى في المصطلحات، هناك حرب مصطلحات يعني حقيقي من خلاله تسعى السردية الصهيونية لتثبيت فهم معين للقضية الفلسطينية. شو انظر إلى محاولة الكيان مثلا مخاطبة الشعب العربي من خلال هذا أفخاي باللغة العربية وتهنئته يعني بأعياده، ومحاولة رسم يعني جيش العدو على أنه جيش متسامح مع الثقافة الإسلامية. كل هذه محاولات لاختراق الوعي العربي والإسلامي، صحيح هي لا تمر في غالبها، ولكن هي في جزء منه تعطل عملية التغيير وتصنع حالة من يعني التشتت داخل الوعي العربي، ولذلك لابد من الانتباه. في المقابل للأسف يعني لا يوجد كتلة متماسكة قوية، مشروع مقابل. المشروع الصهيوني يحتاج إلى مشروع مقابل عربي إسلامي يواجه هذا المشروع. للأسف احنا عندنا مشاريع يعني متناثرة، محاولات متناثرة هي أقرب إلى المقاومة منها إلى المشروع الذي يذهب إلى التحرير رأسا. ولذلك طالما لا يوجد مشروع للتحرير متكامل استراتيجي يعني يوضع له خطط حقيقية، لا يمكن أن ننجز اختراق حقيقي في 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 الواقع العربي والإسلامي، في واقع القضية العربية القضية الفلسطينية. ولذلك نحن أمام هذه الحتمية، الحديد لا يفله إلا الحديد، والمشروع لا يفله إلا مشروع. واليوم لا يمكن بواقع عربي مشتت أنه بالفعل نواجه الكيان الذي يلقى دعما كبيرا يعني من القوى الكبرى في العالم، رغم أنه الوعي الشعوب الغربية يتغير تجاه الكيان الصهيوني. يعني دراسات كثيرة أنجزت في السنوات الأخيرة تؤكد أنه كثير من العواصم الأوروبية وكثير من العواصم الغربية وحتى بعض دوائر في المجتمع الأمريكي صارت تعتبر هذا الكيان عبء على 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 القرار الدولي، وأنه يعني يخلط الأوراق باستمرار ويساهم بشكل كبير جدا في الاضطراب على مستوى المنطقة. ولذلك اليوم يجب أن نشتغل على يعني مزيد الضغط على هذه النقطة ومزيد إبراز هذا الكيان على أنه كيان بالفعل غريب على هذه المنطقة، وأنه لا يمكن له أنه بوجوده أن تستقر المنطقة وأن نوجد سلام حقيقي يعني في العالم. نعم. لعلك لاحظت أستاذ زياد أن كل الثورات العربية التي قامت والحراك الذي موجود الآن في لبنان والثورة الموجودة في العراق لم تغب عنها القضية الفلسطينية عن هتافات وشعارات، وكانت حاضرة بشكل قوي، وهذا شيء مطمئن بأن الشعوب العربية واعية لقضية فلسطين. لكن السؤال كيف يمكن أن نحول هذا الوعي إلى ممارسة، إلى عمل، وبالتالي إلى حالة من الضغط على الأنظمة، وصولا إلى تشكيل حالة عربية نعود من خلالها إلى مركزية القضية الفلسطينية، وعلى الأقل إلى التركيز أكثر لدعم الشعب الفلسطيني. رغم أني لا أؤمن بصراع الأجيال وبفكرة صراع الأجيال، ولكن هناك، لا أريد أن أقول حقيقة، ولكن هناك واقع تلبس العقل العربي. إحنا هناك أجيال حقيقة زامنت هزائم، النكسة، النكبة، ولذلك هذا اختزن في وعي بعض الفئات الشعبية العربية. اليوم المميز والذي يحيننا إلى بالفعل إلى أمل كبير في علاقة بالقضية الفلسطينية، الجيل الشاب رغم كل ما يقال عليه اليوم، جيل الشاب العربي يحمل القضية بوعي عالي وعالي جدا، ليس فقط في الساحات وفي الميادين يرفع اسم فلسطين وعلم فلسطين، في المدارج الرياضية اليوم كثير من الجمعيات الرياضية الضخمة والكبيرة والتي تؤطر الآلاف من المشجعين يعني يتغنون بالقضية الفلسطينية، الرجاء البيضاوي المغربي، الترجي الرياضي التونسي، كثير من وظهرت كثير من الرياضيين يقاطعون المقابلات مع يعني لاعبين الصهاينة. يعني هناك وعي الثورات العربية وما جاءت به من وعي جديد كسر حاجز الخوف، كسر حاجز يعني المستبد الحاكم العربي، المستبد الحاكم بأمره الذي يفعل ما يريد. لا، اليوم المعادلة تتغير، والدليل ما يفعله الشعب العربي في أكثر من منطقة مثل ما ذكرت. اليوم هناك وعي كذلك يتفوق على وعي النخبة العربية. اليوم عندما تسمع إلى لكنة الحراك اللبناني تجاوز كل الأحزاب السياسية، يريد وحدة وطنية حقيقية، يعني شقت يعني المعنى الإيديولوجي كذلك ضاع. يعني كثير من الشيعة مشاركين في هذا الحراك ضد حزب الله، كثير من السنة كذلك مشاركين ضد من يمثلهم. ولذلك دعني معذرة المقاطعة، لم يتبقى معنا الكثير من الوقت، أتوجه للدكتور سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا
اهلا فيك سيدي، الله يحييك. الله يحييك دكتور. يعني كما قال الضيوف ربما لم تستمع اليهم، لكن هناك حالة عربية متردية، هناك تراجع واضح في الحضور، حضور القضية الفلسطينية ومركزيتها في الوعي العربي سواء الشعبي او الرسمي، وان كان الشعبي افضل حالا. لماذا وصلنا الى هذه الدرجة، او كيف، ما هو الخلاص من هذه الحالة التي نعيشها؟ والله شوف، للأسف ما فيش وصفة جاهزة للحديث في هذا الموضوع، للطريق الخلاص من هذا الموضوع، لأنه القضية معقدة جدا، وبتعرف معطيات العالم العربي، وضعه، قدراته، وحدته، تماسكه، الوضع الفلسطيني الداخلي، سلطة رام الله، سلطة غزة، يعني معادلة معقدة كثير. لكن على الأقل بعتقد أن احنا مطالبين نحافظ على الحد الأدنى من الصمود، يعني هذا الأمر اللي وخوض المعارك مع الاحتلال، المعارك السياسية، وكون في ندية بالتعامل معه، على الأقل إذا ما كنا قادرين نشكل حالة رادعة بشكل كبير لإسرائيل. فيعني لكن حتى هذه متروكة لكل طرف لوحده، يعني ما في خلنا نقول مسار عربي موحد أو مسار فلسطيني موحد اللي حتى يخوض يبرمج خطواته مع الإسرائيليين ويبرمج قدرته على مواجهة يعني الاحتلال، سياساته، تعاملاته بشكل مؤثر على الإسرائيليين. لكن كل الأحوال الصمود، تقليل الخسائر، هذه واحدة من المسائل والأهداف المهمة اللي لازم نشغل عليها. وأول شيء طبعا لازم الخطوة المهمة للوضع الفلسطيني أنه يتخلص من حالة الشرذمة، لأنه ما بقدر أنا أتحدث مع عالم عربي وطالب موقف موحد وموقف قوي وأصحاب القضية، مع أن القضية قضية عربية وإسلامية، لكن حتى أصحاب القضية في الداخل حكومتين وبينهم تناحر وبينهم حالة من القطيعة وبينهم اعتقالات متبادلة وبينهم وبينهم، يعني حتى نكون منطقيين، ولأنه هذا الأمر بيخدم الاحتلال بكل الأحوال. يعني إسرائيل مرتاحة ومبسوطة وما تعاني من أي ضغط، لأنه الفلسطينيين مشغولين بأنفسهم، مشغولين بوضعهم الداخلي، والعرب أيضا مشغولين بملفاتهم الداخلية وأزمات كل بلد الخاصة فيه. إلى أي مدى ساهم هذا في فتح شهية الاحتلال تجاه مزيد من أكل الحقوق الفلسطينية وقضمها، سواء في موضوع الاستيطان والقرار الأمريكي الأخير أو موضوع القدس وحتى موضوع الجولان الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي قبل ذلك؟ يعني ساهم كثير للأمانة. هو أصل إسرائيلي مش بحاجة كثير لوضع، لكن الوضع الأخير على الأقل نحكي عن آخر 10 سنوات أو أكثر، 15 سنة بالوضع الحالي، الإسرائيليين صاروا أكثر تطرف، والمجتمع الإسرائيلي كله صار يميل أو صار باتجاه اليمين المتطرف، وبنشوف نتائج الانتخابات الأخيرة، الأحزاب اليمينية والأحزاب المتطرفة هي اللي تأخذ، اللي أخذت الأغلبية المطلقة في الكنيسة الإسرائيلي. أيضا وجود والفترات الماضية كان مثل نتنياهو وحزبه هم اللي بيحكموا لسنوات طويلة، وكان نفذوا كل السياسات، واللي خدمهم أكثر إنه في يعني إدارة أمريكية، ترامب بالإدارة الأمريكية الأخيرة كانت أيضا تقف إلى جانبهم في كل شيء، قدمت لهم كل القرارات المسهلة لهم، سواء زي ما تفضلت حضرتك في القدس، في سرعة الاستيطان، في السفارة، في كل الأشياء، ولسه بنتوقع الأسوأ كمان من قرارات ومن دعم. اليوم الأمريكان والإسرائيليين اليوم وبكرة بيبحثوا في موضوع ضم غور الأردن إلى إسرائيل من مناطق الضفة الغربية، وهذا قرار كمان خطير كثير بالدعم الأمريكي لإسرائيل. والفترة دخول العالم العربي في دوامة عدم القلق ودوامة عدم الاستقرار والقلق الداخلي والحروب الأهلية والأزمات والدم وكل اللي بنشوفه وشفناه بالسنوات الأخيرة أيضا ساهم بأنه الإسرائيليين هم طرف متفرج وطرف مستفيد من كل هذا الوضع للأسف الشديد. نعتذر منك دكتور سميح المعايطة، وزير الإعلام الأردني الأسبق، لضيق الوقت. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان. شكرا أستاذ زياد بومخلة، أيضا لك، كنت معنا في الأستوديو. نذهب وإياكم مباشرة إلى زهرة المدائن والحديث اليوم عن رباط الكرد، حيث يتجلى الصمود الفلسطيني في الأرض المباركة.
رباط الكرد تم بناؤه على يد الأمير المقر السيفي كرد، وسنة 692 هجرية 1300 تقريبا ميلادي. طبعا في الثمانينات اعتدى أحد المتطرفين في أنه هو له غرفة فوق جوا، وأنه حيسكن في بيت له، وهذا مكان مقدس له وكذا، فصارت مشكلة كبيرة. فطبعا دخلت الشرطة وأخلته من المكان لأنه ما عندوش أدلة، وطبعا إحنا أثبتنا وثائقنا وملكيتنا للمبنى. فمن بعد ذلك بدأت حركة المستوطنين. هو ما قبل ذلك كانوا يجوا للصلوات فردية، بس ما كانش تاريخ كتير قديم. بدأوا يتطفلون ويدعون بأنه هذا الجدار هو مقدس، وهو من بقايا الهيكل وأحجار التشهد، من الأحجار الكبيرة والأحجار الصغيرة، أنه في العهد الإسلامي تركبت أو انبنت في الجدار. بعد 2011 تصبت أول كاميرا مراقبة تحت في ظل التركيبات اللي حصلت لكل البلد القديمة، فشملوا المدخل الحوش عندنا فما عتقوهش. وبعد فترة قليلة عاودوا نصبوا كمان كاميرا ثانية في يعني تحت فكرة حكاية الأمن والأمان للمواطنين. بتغير واقع، بتغير معلم بالحوش، وبتتركنا فترة لبين ما نقدر نتعايش معه، لبين ما إحنا تلقائياً نآمن فيه بأنه أمر واقع ولازم نمشي. ما فيش راحة لقدام، ما فيش مستقبل لأولادنا كتير، يعني ما بنشعر أنه في مستقبل لأنه الوضع بشكل عام تعيس جدا. ما بعرف شو اولادنا راح يشوفوا من بعدنا من هذه القصه، بس الانسان ما يسلم كثير في الغيبيات، لازم يفكر طبيعه. يعني انا بفكر انه كلنا كمقدسيين نكون صفوف متتاليه للدفاع عن الافعال اليهوديه او الافعال الحكوميه اللي بتصير في البلد القديم. أهلا بكم. ذاكرة فلسطين، نتحدث اليوم عن عماد عقل الشهيد الملثم الذي دوخ الاحتلال إلى هناك. لم تكن أوسلو سوى شرارة أخرى أشعلت انتفاضة الشعب الفلسطيني ليثبت أن الاتفاقيات البعيدة عن نبض الشعب لن تفضي إلا لمزيد من المقاومة والنضال. الشهيد عماد عقل عام 1993. جاء عام 1993 فأعلن عن اتفاق أوسلو الذي اعترفت فيه منظمة التحرير بإسرائيل رسميا، فانتفضت المنظمات الإسلامية تعلن رفضها لهذا الاتفاق وتؤكد أن لا سبيل للخلاص من الاحتلال إلا بالمقاومة المسلحة. توالت العمليات الجهادية ضد الاحتلال وبلغت أشدها، وبرز على الساحة القتالية اسم الشاب عماد عقل، إذ قام بأربعين عملية خلال عامين فقط، وقتل على يديه عدد كبير من جنود الاحتلال. دب الرعب في نفوس الجنود من ذاك الشاب البطل، وقرروا أن لا سبيل للراحة والأمان إلا بالتخلص منه، فأصبح هو أهم المطلوبين لديهم، وطردوه عامين دون أن يستطيعوا اغتياله أو حتى إيقاف عملياته الجهادية ضدهم. في الرابع والعشرين من نوفمبر من عام 1993
كانت المخابرات الأمريكية قد حددت مكان عماد عقل وأحكمت الخطة لاغتياله، فحاصرته قوات خاصة مصاحبة للجيش الإسرائيلي في منزله، لكنه لم يستسلم وأخذ يطلق الرصاص عليهم من فوق أحد المباني، مما أدى إلى مصرع عدد من الجنود. استشهد الشاب عماد عقل إثر إصابته بقذيفة مضادة للدروع استخدمها الجنود في معركتهم ضده، وكان في جسده 70 طلقة وعدد من طعنات السكين. عمت إسرائيل الاحتفالات بخبر استشهاد البطل الذي أرعبهم، غير أن ثمة طابور من المقاومين كل في انتظار دوره وفرصته في أن يثأر لوطنه. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج من فلسطين، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.